أفاد هشام الحرباوي رئيس مصلحة التنمية الاجتماعية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان في تصريح لأخبار الحياة فهم أنه سيتم تمتيع العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل بمنح استثنائية بعنوان جائحة كورونا لسنة 2021 وقيمتها 300 دينار. هشام الحرباوي رئيس مصلحة التنمية الاجتماعية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان فيما يتعلق بالمساعدات الاستثنائية خاصة بجائحة كورونا لسنة 2021 بالنسبة للعمناول معناتها تم توزيع معناتها جملة من المساعدات الاستثنائية اللي أطلق عليها منحة 200 دينار على 36,658 منتفع، وكانت قيمة المساعدات هذه تناهز 7,330,600,000. بالنسبة للسنة هذه أنه عدد المنتفعين تقريبا مش يقل على العدد هذا، لكن مش يتم الاعتماد على قاعدة البيانات الموجودة عندنا في الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية متعلقة بالمنتفعين بالعلاج المجاني والعلاج بالتعريف المخفض. لكن قبل ذلك مش يتم قبل إسناد المنحة هذه تقاطعات على المسجلين بقاعدة البيانات هذه مع مؤسسات أخرى، مثلا مش يتعرضوا على تقاطعات متعلق بعض الديوانة باش نستخرجوا الوضعيات لأكثر استحقاقية للحصول على المنحة هذه. وأوضح الحرباوي أن المتمتعين ببطاقة العلاج المجاني سيتحصلون على منحة 120 دينار استثنائيا بسبب تداعيات كورونا، أما المتمتعون ببطاقة العلاج بالتعرفة المنخفضة سيتمتعون بمنحة 300 دينار، وسيتم إعلام المواطنين على موعد توزيع هذه المنح عبر إرساليات قصيرة على الأرقام المسجلة في قاعدة البيانات بالإدارة الجهوية. مش كل مبلغ المنحة هذه بالنسبة للعائلات المعوزة اللي ينتفعوا بالعلاج المجاني اللي عندهم الكرت 120 دينار، وبالنسبة للمنتفعين بالعلاج بالتعريف المخفض مش يكون 300 دينار. سيتم الإعلام معناتها في الإبان على موعد توزيع يعني تذية عبر إرساليات على أرقام اللي مسجلة عنا في قاعدة البيانات للمنتفعين هذو. فيما يتعلق بالعائلات المعوزة أنهم مش يتحصلوا على 120 دينار، هما في الأصل يأخذوا في 180 دينار منحة شهرية ضمن البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة، معناتها كي نزيدوها ل 120 دينار إذا المبلغ مش تكون معناتها في حدود 300 دينار، وهذا معناتها يجي نفس المبلغ اللي مش تحصلوا عليه المنتفعين بالعلاج بالتعريف المخفض. وأشار الحرباوي لأنه لا داعي لتقديم ملفات للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية للتمتع بالمنحة لأنه سيتم اللجوء إلى قاعدة البيانات المتوفرة سابقا. ما فماش مطالب ديما عمناول، في إضافة بالنسبة للسناء عمناول المنتفعين هذوما معناتها تقدموا مطالب وفرزناها وصلت مطالب معناتها الأعداد قياسية، معناتها كي ناخذ القروان عمناول تقريبا 125,000 مطلب اللي تم دراستها في زمن قياسي ما تجاوزش 40 باش خرجنا منها الوضعية هذه، وصار فيها معناتها ضغط شوية على المؤسسة السنة مش يتم الاستفادة من قاعات البيانات المسجلة عنا نحن، لأنه كل من يتحصل على بطاقة علاج يكون اسمه اللقب نتاعه ورقم بطاقة التعريف نتاعه ورقم الهاتف نتاعه مخزن عنا في قاعات البيانات اللي هي بيد قاعات البيانات الموجودة عنا على المستوى الوطني. أما عن الأشخاص ذوي الإعاقة فقد أكد هشام الحرباوي رئيس مصلحة التنمية الاجتماعية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان أنهم سيتحصلون على المنحة بحسب توفر الشروط. أشخاص ذوي الإعاقة نورمالمون معناتها ياخذوا على حساب نوعية بطاقة العلاج اللي عنده، لأنه اللي حاصل على بطاقة علاج تلقى فيهم أشخاص حاملي الإعاقة مش موحدهم، لا هما عندهم تغطية صحية سواء كان علاج مجاني ولا علاج بالتعريف المقبضة ولا غيره. اللي منتفع بالعلاج المجاني والعلاج بالتعريف المخفض تنسحب عليه الاجراءات هذه ياخذ. احنا لنا ما نميزوش هذا حامل الاعاقه وغير حامل الاعاقه، فقط التصنيف نتاعهم انه معوز ولا عائله محدوده الدخل.